ما أثر أيضا في نفسي تلك الصورة للمرحوم جمال بسماعيل وهو في سيارة الشرطة قبل ما يعودوا يدخلوه للقفص، وكان رافع السبابة تاعو اليمنى. يعني هذا السلوك تاع إنسان مؤمن، إنسان مؤمن أدرك في لحظة ما أنه قاب قوسين من الموت، يعني عرف باللي لا مناص من الموت، الموت ينتظره في وسط تلك الحشود، وقام برفع يده سبابته اليمنى وأدلى بالشهادتين قبل إنزاله. ملامح وآثار التعذيب والعنف على جسده بادية في كل أنحاء جسده، بدءا من عينه اليمنى التي كانت تسيل بالدماء، وإلى ظهره الذي كان مشبع بآثار الاعتداء وبالدماء. وشاهدنا يعني صور نتاع الاعتداء عليه حتى داخل القفص نتاع الأمن، ثم جرجرته وجره من قدميه وهو جثة هامدة أو كان في حالة إغماء، ويده منطوية تحت الظهر تاعه وشخصين يقوموا بالجر تاعه. يعني مظاهر بشعة، مظاهر وحشية خارجة عن الإطار الإنساني. ثم لاحظنا عملية ذبحه بعد حرقه، وهي يعني حتى الحيوان لا يفعل فيه ما فعل في جمال بإسماعيل. وسمعنا أصوات نسوة تحرضنا وتشجعنا القتل على ذبحه، بل وعلى فصل رأسه من جسده. وتأسفنا كثير 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 أن السلوك هذا يصدر من نسوة المرأة الجزائرية مقولتها وأنوثتها. للأسف الشديد هذه المرة هذه تورطت في جريمة بشعة.